وانا لو عايز اشتري تابلت اشتري انهي نوع واشتري منين؟ ولو انا لسه هشتري جهاز كمبيوتر يا ترى اشتري ديسكتوب ولا اشتري لابتوب؟ كل الاسئله دي واكتر هنجاوب عليها في فيديو النهارده. انا سعيد المصري ودي قناتي التعليم الرسمي الديجيتال. المره اللي فاتت عرفنا يعني ايه رسم ديجيتال، وقلنا ان هو عباره عن استخدام اجهزه الكترونيه مع شويه تطبيقات وبرامج في رسم اللوحه الفنيه بتاعتنا. يعني احنا كده بنستخدم حاجتين، حاجه اسمها الهاردوير وهي الكمبيوتر والتابلت، وحاجه اسمها سوفت وير وهي عباره عن التطبيقات او البرامج اللي احنا بنشتغل عليها. في فيديو النهارده هنتكلم عن جزء الهاردوير. مبدئيا كده لو انا لسه هشتري جهاز كمبيوتر اشتري ديسكتوب ولا اشتري لابتوب؟ بص عشان اختصر عليك، لو انت مش هتتحرك بالجهاز من مكان لمكان يبقى من الاخر كده هات ديسكتوب افضل. ليه بقى؟ اولا لانه بيكون امكانياته اعلى في نفس الفئة السعرية في اللابتوب. يعني مثلا لو انا هجيب جهاز لابتوب ب20,000 جنيه، فنفس ال20,000 جنيه دول لو جبت بيهم جهاز ديسكتوب هيكون امكانياته اعلى. تاني حاجة، مع الوقت لو انت عايز تطور امكانيات الجهاز بتاعك هتقدر ان انت تعمل كده. يعني ممكن ازود رامات او اغير كارت الشاشة واخليه احسن، لكن في اللابتوب مش هينفع تعمل كده. تالت حاجة ودي اهم حاجة، وهي انك تقدر تجيب شاشة حجمها كبير، وده لان الشاشة اللي حجمها كبير بتكون مهمة جدا جدا في الرسم الديجيتال، علشان خاطر تبقى شايف الكادر كله قدامك وتقدر ترسم براحتك من غير ما تعمل زوم اوت وزوم ان. اما بقى لو انت هتحرك بالجهاز من مكان لمكان فخلاص هات لابتوب، بس حاول يكون امكانياته كويسة وشاشته كبيرة. ده بالنسبة لجهاز الكمبيوتر. طيب بالنسبة للتابلت بقى، بالنسبة للتابلت عندنا 3 انواع. اول نوع هو التابلت اللي مفيهوش شاشة بيتوصل بجهاز الكمبيوتر او باللابتوب، واللي برسمه على التابلت بيظهر لي على شاشة جهاز الكمبيوتر زي اللي عندي كده. ثواني اجيبه لكم. هو ده التابلت اللي انا قصدي عليه، مش مفيهوش شاشة وبنوصله باللابتوب من خلال الوصلة دي، وده القلم بتاعه بنمشي على التابلت واللي بنرسمه على التابلت بيظهر لنا على شاشة اللابتوب. القلم ده طبعا بيتشحن، هو التابلت ده قديم جدا وانا محتاج اغيره، ومحتاج اغير اللابتوب، ومحتاج اغير التليفون، انا حياتي الالكترونيه في خطر. ده بالنسبه لاول نوع واللي هو مش بيكون فيه شاشه، احنا بنوصله بالجهاز وبنرسم عليه، واللي بنترسم عليه بيظهر لنا قدامنا على شاشه الجهاز الكمبيوتر. تاني نوع بقى بيكون فيه شاشه بس برضه لازم نوصله لجهاز الكمبيوتر، لان مش بيكون عليه نظام تشغيل، هو الشاشه بس علشان اللي مش عايز يرسم في حته ويبص في حته تانيه فيقدر يرسم على التابلت ويبص عليه ويشوف هو بيرسم ايه على التابلت مباشره. اما تالت نوع والاخير فده مش بيحتاج جهاز كمبيوتر اصلا، هو التابلت نفسه بيكون عليه نظام تشغيل وتقدر ان انت ترسم عليه وتنزل عليه تطبيقات الرسم بتاعتك من غير ما توصله بجهاز الكمبيوتر خالص، زي مثلا الايباد. طيب نيجي بقى للسؤال الاهم، ايه الافضل في ال3 انواع؟ بص انا بالنسبه لي بفضل اول نوع. ليه بقى؟ اولا لان بيكون سعره رخيص، ثانيا لان قعدته بتكون صحيه شويه، لان التابلت اللي بتكون فيه شاشه ارسم عليها على طول بيخليني دايما موطي راسي كده، فده ممكن يسبب مشكله في الرقبه، ولو انا سندته على حاجه وخليته واقف كده قدامي هفضل معلق ايدي برده، فده برده ممكن يسبب لي مشكله في دراعي او في الكتف. اما النوع الاول من غير شاشه فتقدر ان انت تفرد ظهرك، تقعد على الكرسي فارد ظهرك وباصص على شاشه الكمبيوتر اللي هتكون ظابطها على مستوى نظرك، وبالتالي تحافظ على فقرات رقبتك وفقرات ظهرك وايدك هتكون ساندها على المكتب. في حد ممكن يقول لي لا انا مش متعود ان انا ارسم في حته وابص في حته تانيه فهجيب اللي فيه شاشه. تمام مفيش مشكله، هات اللي فيه شاشه، ولكن حاول تخليه في مستوى نظرك ودراعك، ممكن مثلا تجيب له مسند او اي حاجه بحيث ان ما يحصلكش مشاكل. طيب بالنسبه للبراند بقى، اشتري انهي براند؟ بص كل الانواع اللي انا قلت لك عليها دي في منها 3 براندات مشهورين، اشهرهم هو ووكم وبعد كده هايون وبعد كده اكسبن. افضلهم هو ووكم، ولكن لو عايز نصيحتي ممكن تخليك في الهايون افضل. ليه بقى؟ لان الهايون بشهاده الكل امكانياته تقريبا قريبه من امكانيات الووكم، ولكن سعره ارخص بكتير. واحد هيقول لي يا سعيد طب انا كده تهت منك، انا وانا هلاقي كل الكلام ده فين؟ بص
في موقع اسمه ديجيتايزر، ده هتلاقي عليه كل الانواع ومنظمهم لك ومرتبهم لك على حسب البراند، وانا هسيب لك اللينك بتاعه في صندوق الوصف. ادخل عليه وشوف امكانيات كل تابلت ايه، وشوف ايه المناسب ليك، ولو انت اخترت تابلت معين ولقيته اوت اوف ستوك او يعني خلاص خلصان، ممكن تعرف اسم التابلت ايه وتجيبه من اي مكان تاني زي امازون مثلا. وبكده نبقى خلصنا جزء الهاردوير، وان شاء الله الفيديو الجاي هنشرح جزء السوفتوير، واللي هو في حالتنا دي هيكون برنامج الفوتوشوب. ما تنساش تشترك في القناة وتشوف الفيديوهات اللي فاتت وتستنى الفيديوهات الجاية. سلام.